هل يجوز للوالد أن يأخذ حق الابن بالعنف؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لأن الولد وما ملك لأبيه، قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان الوالد محتاجا والولد عنده مال فائض عن حاجته فإن للوالد أن يأخذ، بل له أن يأخذ ولو لم يكن محتاجا، لأنه والد ويملك مال الابن، فمال الابن ملك للوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يبالغ الأب في استعمال هذا الحق حتى يضر بالابن، بل يأخذ من مال ولده ما لا يضره وما لا يحتاجه الولد لحاجته الخاصة، فلا ضرر ولا ضرار. نعم.